وفي إطار زيارته لمملكة البحرين، وقع سعادة الرئيس الترمذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن المرشد اتفاقية منحة تنموية من الصندوق لتمويل مشروع توريد الأجهزة الطبية الخاصة بالمستشفى الأكاديمي لمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية في البحرين بقيمة 173 مليون فاصلة 700 ألف ريال مع جامعة الخليج العربي، ممثلة في سعادة القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن يوسف إسماعيل بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين المستشار صالح بن فلاح العتيبي. ويأتي هذا المشروع ضمن المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لتمويل الصندوق السعودي للتنمية لإنشاء مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية بجامعة الخليج العربي في مملكة البحرين بقيمة مليار ريال. وهذا يعني الإنجاز سوف يكون إن شاء الله مساهمة طيبة في القطاع الصحي في مملكة البحرين، وسوف تشمل هذه الأجهزة الحديثة المتطورة في التشخيص وفي الأشعة والرنين المغناطيسي والأشعة الأخرى المتعلقة بالمستشفيات، وستكون يعني من أحدث الأجهزة إن شاء الله في العالم. وسيساهم المشروع هذا أيضا من الناحية الأكاديمية والتدريب الأطباء وأيضا خدمة المجتمع البحريني والخليجي. أن هذه المدينة هي منحة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية بمبلغ مليار ريال، ونحن الآن في مراحل الأخيرة إن شاء الله من إنجاز هذه المدينة، ونتمنى بإذن الله أن يكون لهذه المدينة الفائدة تعود على القطاع الصحي والتعليمي وتدعم مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودول الخليج. طبعا هذا المشروع له عائد مهم جدا على خدمة طبية والتدريب الطلبة طلبة كلية الطب في جامعة الخليج العربي. المشروع بدأ حالا بعد يعني الحصول على الهبة في إقامة عدد من ورش العمل داخلية وخارجية لتحديد ماهية المدينة الطبية. شارك فيها عدد كبير من الأطباء من دول الخليج،